بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نلتقي ونجتمع في هذا المسجد ببيت من بيوت الله بعد أداء فريضة فرائض الله وفي انتظار فريضة أخرى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فهذا فضل عظيم ولله الحمد. فإذا حصل مع هذا مذاكرة في العلم وما يفيد المتكلم والسامع، ذلك خير إلى خير. قد قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكره الله فيمن عنده. هذه ميزات عظيمة، خيرات كثيرة على عمل يسير ولله الحمد. الحمد لله اجتمعنا في هذا المسجد لا لشيء إلا للعبادة وطلب العلم. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم ما وعد به رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الخيرات. أيها الإخوة، لا شك أن المسلمين اليوم كما تعلمون في بحر من الفتن، في بحر من الفتن شرقا وغربا، والكفار يوقدونها ويريدون القضاء على الإسلام، لأن أعدى عدو لهم هو الإسلام، فيريدون القضاء عليه والتخلص منه، ولكنهم ما استطاعوا ولم يستطيعوا بحول الله. قال الله سبحانه: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. فهذا وعد من الله سبحانه أنه يريد جل وعلا أن يتم نوره، وأنه لا يطفئه حقد حاقد ولا مكر كافر أو منافق. وقد تحقق وعد الله سبحانه وتعالى منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما يقومون به من محاولات وما ينفقون من أموال، والله جل وعلا يرد كيدهم في نحوره. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون
عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الله جل وعلا ناصر دينه ولو حاول من يحاول من حاول من يحاول من أعداء الله ورسوله صد الدين صد الناس عنه لن يستطيع وإنما يتعب نفسه وينفق أمواله ويبوء بالخسران ويحشر إلى جهنم. هذا وعد الله سبحانه وتعالى. فالمسلم لا يتضعضع من أذى الكفار ومضايقات الكفار لأنه على حق فهو يصبر والله جل وعلا مع الصابرين. نعم يجري امتحان وابتلاء واختبار أحزب الناس وأن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. فهذه الفتن فيها خير لأنها تميز أهل الصدق والإيمان من أهل النفاق وأهل المخادعات تكشفهم على حقيقتهم فلا يغتر بهم ويحذر منهم. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فالمؤمن على خير دائما وابدا وهذا الدين خير من تمسك به أفلح ومن أفلتت يداه منه خاب وخسر كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه. خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فكم لله من حكمة في هذه الفتن وهذه المحن وفي كل مرة يخرج منها الإسلام رافع الرأس ولله الحمد. ليس بغريب ما نعيشه في هذه الأيام من تهديدات الكفار ومحاولتهم تفريق المسلمين وإسقاط دولهم ولكن هذا دروس هذه دروس للمسلمين ليتمسكوا بدينهم ويعودوا كما كانوا بإذن الله. فالمؤمن على يقين من دينه ما يدخله شك الذي يدخله شك هو المنافق أو ضعيف الإيمان الذي يعبد الله على حرف يعني على طرف. أما المؤمن فإنه قاسخ الإيمان لا تزعزعه
الحوادث والرياح لأنه واثق مما هو عليه، ما عندي شك فيه، ويعلم أن ما أصابه أنه في صالحه وأن عاقبته حميدة، والعبرة بالعواقب هذه الفتن التي تموج الآن ويحاول الكفار من ورائها الكيد للإسلام والمسلمين هذه الفتن يكون موقف المسلم منها الصبر والثبات. هذا من ناحية الصبر والثبات من نفسه والناحية الثانية إذا كان عنده علم وبصيرة فإنه يبين للناس ويثبت الناس على هذا الدين ويطمئنهم هذه مهمة العالم عند الفتن ومن كان جاهلا فإنه يجب عليه الصمت وألا يخذل أو يرجف أو يتكلم بما يسيء إلى دينه ويسيء إلى مجتمعه. عليه أن يصمت ويعتزل هذه الفتن ولا يدخل فيها. هذه بينت أناسا كانوا ينتسبون للدعوة إلى الله، ولما جاءت هذه الفتن كشفتهم على حقيقتهم، انحازوا إليها وصاروا يشجعون عليها ويدعون إليها، فتبين أمرهم. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ما نحن ما نعرف هؤلاء إلا عند الفتن يظهر ما عندهم. هذه حكمة الله أن يبينهم ويكشف خفاياهم حتى يكون المسلمون على بصيرة ولا ينخدعوا بكل من ادعى أنه يدعو إلى الله، حتى يكون منهجه منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكتاب والسنة. هكذا الداعية إلى الله عز وجل على بصيرة. فلله الحمد والمنة، كم كشفت هذه الحوادث من أسرار وأستار كان ينضوي تحتها من يخدع الناس، فبانت حقيقته وتبين أهل الصبر وأهل الثبات وأهل العلم على حقيقتهم. فهذه حكمة إلهية، وكذلك سائر الفتن، وإن الله جل وعلا يجريها بحكمة عظيمة. لما جاءت الأحزاب إلى المدينة، جاءت الأحزاب بقيادة قريش من كل القبائل ومن كل، جاءوا يريدون القضاء على الإسلام، فحاصروا المدينة النبوية، وحفر المسلمون خندقا بينهم وبين الأعداء
فنفع الله به ومنع خيلهم ومنع دخولهم، فصار كالحصن للمسلمين. ولكن خانت اليهود، خانت اليهود الذين كانوا عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدفاع عن المدينة، خانوا وانضموا إلى المشركين. المنافقون أيضا خانوا وتبين نفاقهم، وإذ يقول المنافقون والذين، قال الله جل وعلا في وصف هذا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله على كل شيء قديرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، المشركون من الخارج والمنافقون من الداخل، المشركون من الخارج واليهود من الداخل، وانضم المنافقون، انضموا مع الكفار واليهود ضد المسلمين. جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون، انتبهوا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. خذلون يرجفون وهم يدعون الإيمان. فكانت النتيجة رد الله الذين كفروا بغيظهم، لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، ما قاتلوا، ما قاتل المسلمون، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ماذا حال اليهود؟ وأنزل الذين ظاهروهم، أي أعانوا الكفار، انضموا إليهم، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون تأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا. هذه النتيجة، لكن نتيجة الصبر والثبات، وهذه العاقبة للمؤمنين في كل زمان ومكان. فلا يهولنكم الآن ما تطنطن به إذاعاتهم وشبكاتهم الشيطانية التي سميها الناس العنكبوتية، وكرم الله العنكبوت، كرم الله العنكبوت عن ذلك، إنما هي شبكات شيطانية ليست عنكبوتية، يبثون فيها سمومهم وإرجافهم. ولكن هذا لا يزيد المؤمن إلا بصيرة ومعرفة للأعداء، معرفة للمنافقين. وهذه حكمة الله سبحانه في الأولين والآخرين. وهم من مسافة بعيدة من خلال الشبكات يدعون المسلمين إلى المظاهرات وإلى الاعتصامات وإلى التخريب وإلى وإلى، ولكن الله رد كيدهم في نحورهم. فالمسلمون انتبهوا
والعلماء والخطباء وأئمة المساجد جزاهم الله خيرا حذروا منهم وكشفوا عوارهم، فالله جل وعلا يكفينا شرهم، والله جل وعلا يخزيهم، والله جل وعلا ينصر عباده المؤمنين كما نصر إخوانهم من قبل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، شوف مع ضيق العطن ومع، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا موقف المؤمنين، وذاك موقف المنافقين واليهود. وماذا كانت النتيجة؟ النصر للإسلام والمسلمين، والخذلان لليهود والنصارى والمنافقين، والعاقبة ولله الحمد صارت للإسلام والمسلمين. لكن بعد الامتحان، بعد الامتحان والصبر والثبات تواصي بالحق يحصل الخير الكثير. أما مع التخاذل ومع الافتراق فإن العدو يتسلط وينتهز الافتراق بين المسلمين. قال الله جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فتفرق عاقبته الفشل، وعاقبته ذهاب الريح يعني ضعف المسلمين وذهاب قوتهم. أما الاجتماع والتعاضد فهو قوة أمام العدو، وهذا ما حصل ولله الحمد من بشائر الخير في هذه الأيام. ونسأل الله للمسلمين زيادة الثبات والتوفيق واجتماع الكلمة، وأن ينصر ولاة أمورهم، وأن يثبتهم على الحق، وأن يجعلهم هداة مهتدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لكم شيخنا هذا البيان وجعله في ميزان حسناتكم. الأسئلة الواردة على مآل الشيخ كثيرة، لكن لعلنا أن نختصر على بعضها. يقول السائل حفظكم الله تعالى: هل التسمية بالثورات تسمية شرعية؟ الثورات، ثورات ما عرفها المسلمون الصادقون، أما المنافقون وأما ضعاف العقول وضعاف الإيمان إنها ينخدعون بها، أما المسلمون الثابتون فإنهم لا يتأثرون بالثورات ولا يصورونها، بل يحذرون منها وينهون عنها. والواجب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين واجتماع الكلمة، لا سيما عند الفتن والشدائد ومقابلة العدو، لازم من الثبات، لازم من الاجتماع، لازم من التعاون على مكائد العدو، لازم من بيان خطط العدو ومقاصد العدو، لازم من هذا. نعم. صلى الله عليك. هذا السؤال يسأل يقول: ما حكم المظاهرات المؤيدة لولي الأمر
وذلك يرد كيد أهل الفتن المخالفين لولي الأمر. لا لا، ما المظاهرات لا تجوز لا بتأييد ولا بغير تأييد. المظاهرات غوغاء ويحصل معها مفاسد، والإسلام دين الهدوء والسكينة ودين الثبات، فلا مظاهرات في الإسلام لا مع الوالي، ما أمر بهذا، ولو أمر يناصح في هذا ويبين أن هذا لا ليس من صالح المسلمين، وإنما هي دسيسة من العدو. نعم. السلام عليك. هذا السؤال يقول: هناك من يقدح في العلماء فيقول إن العلماء لا يفقهون الواقع ولا يدركون المآلات. العلماء ولله الحمد بيّنوا ونصحوا ووضحوا للناس، وإذا كان العلماء لا يعرفون العواقب فمن الذي يعرفها؟ هذا القائل. أول شيء، العواقب لا يعلمها إلا الله، ولكننا نقيس على ما حصل في الأزمنة السابقة ونأخذ منه العبرة، نأخذ منه العبرة. فكما كانت العواقب لسلفنا لما ثبتوا على دينهم واستعملوا السكينة والوقار، كانت العاقبة لهم. العاقبة لها أسباب، لها أسباب، العاقبة الحميدة لها أسباب. أما الفوضى والطيشان والصخب فهذا لا يجدي شيئا، وهذا ما يريده العدو وعملاء العدو، يريدون هذا، يريدون القلق للمسلمين، يريدون الترويع، يريدون الفوضى، هذا ما يريدونه من هذه المظاهرات. ونحن نبرأ إلى الله منها وممن دعا إليها وممن أجازها. نعم. السلام عليكم شيخ. هذا سؤال يسأل، يقول: معالي الشيخ، أفتى أحد الدعاة في إحدى القنوات الفضائية أن الخروج على الحاكم هو الخروج المسلح فقط، لا الخروج في المظاهرات، فهل هذا الكلام صحيح؟ وما هي شروط الخروج على الحاكم؟ هذا يتكلم بغير علم، الله أعلم. إن كان جاهلا نرجو الله أن يهديه ويرده إلى الصواب، أما إن كان مغرضا نرجو الله أن يعامله بما يستحق وأن يكفي المسلمين شره. الخروج على الإمام ليس مقصورا على حمل السلاح، بل الكلام في حق ولي الأمر وسباب ولي الأمر، هذا خروج عليه، هذا خروج عليه وتحريض عليه وسبب فتنة وشر. فالكلام لا يقل خطورة عن السلاح، وكما قال الشاعر: فإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب أوله كلام، وإن الحرب أولها كلام، وبكلمة أثارت حربا وروسا. فالخروج على الإمام يكون بالسلاح ويكون بالكلام ويكون حتى بالاعتقاد. إذا اعتقد أنه يجوز الخروج على ولي الأمر فهذا شارك الخوارج، هذه عقيدة الخوارج. نعم. صلى الله عليه. كان السائل يسأل، يقول: حصل لغط كثير في مسألة طاعة ولي الأمر، خصوصا في هذه الأيام وفي هذه الفتن وفي بعض البلدان العربية، نأمل من معاليكم توجيه كلمة حول هذا الأمر. يا أخي، القرآن واضح ولله الحمد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. نحن عندنا مرجع وهو كتاب الله وسنة رسوله أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نسأل الله العافية. فلا بد من طاعة ولي الأمر، وإن كان عاصيا وإن كان ظالما يجب الصبر على ظلمه ومعصيته يعني إثمها عليه والخروج مضرته على المسلمين. فالرسول أمرنا بطاعة ولاة الأمور ولو كانوا عندهم نقص في دينهم أو في ظلمهم، نصبر على هذا لأن هذا من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، الخروج عليهم هذا ضرر أكبر ما يترتب عليه من الفوضى وسفك الدماء اختلال الأمن، ثم الصبر على ظلمهم وجورهم فهذا وإن كان فيه ضرر لكنه أخف من ضرر الخروج عليهم وإفلات الأمر، مع المناصحة لهم. الدين النصيحة، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ومناصحتهم تكون فيما بين الناصح وبين المنصوح، تكون سرا بين الناصح وبين ولي الأمر، إما مشافهة وإما كتابة له ولا يدرى عنها إلا بيده، وإما أن يوصي من يتصل به أن يبلغه النصيحة. أما أن يتكلم في حقهم ويسبون بين الناس وفي المجالس وفي المنابر فهذا هذه مفاسد عظيمة، وليس هذا من دين الإسلام، هذا فوضى كلامية تجر إلى فوضى فعلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. السلام عليكم. هذا سؤال يسأل يقول: معالي الشيخ، نأمل من معاليكم ذكر بعض الأدلة التي تأمرنا بالتمسك بالجماعة وعدم الخروج على ولي الأمر. أوضح الأدلة قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، إلى أن قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الله أمرنا بالاجتماع في كتابه الكريم، واعتصموا بحبل الله أي القرآن والإسلام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا ولا تفرقوا، هذا نهي عن تفرق من الله جل وعلا، لأن التفرق يسبب الشرور والعداوات، يحدث سفك الدماء، يحدث اختلال الأمن. الله جل وعلا ربانا على الاجتماع في الصلوات الخمس، تصلى جماعة في اليوم والليلة خمس مرات خلف إمام واحد، الجمعة أكبر من اجتماع الصلوات الخمس، في العيدين أكبر
وأكبر وأكبر الاجتماع في عرفة يوم الوقوف بعرفة، يجتمع المسلمون جميعا ليقفون جميعا لأجل جمع الكلمة وتعارف المسلمين، تآلف المسلمين، إظهار قوتهم. الله ربانا على الاجتماع، وفي الحديث وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه بما يكون من الفتن، قال رضي الله عنه: ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. نعم. السلام عليك. هذا سؤال يسأل يقول: معالي الشيخ، لا يخفى على فضيلتكم أخذ الناس في هذا الزمن في هذه الفتن، فما واجب المرء المسلم عندما يجلس مع الناس ويسمع هذا الخوض في الفتن، خاصة أننا لا نسلم منها سواء كان في العمل أو في مجالس الأسرة أو في الإعلام؟ الواجب النصيحة لهؤلاء وبيان أن هذا الخوض لا يجوز، وأنه يسبب شرورا وفتنا، فيحذرهم من هذا الخوض وهذا الكلام، وأنه ليس من مصلحتهم هم أولا، ولا من مصلحة المسلمين عموما. وكما ذكرنا، إذا كان عنده علم فليبين للناس ولا يكتم العلم، علم الحث على الاجتماع والنهي عن التفرق والنهي عن الفوضى والنهي عن الكلام الذي ليس هو في صالح المسلمين، يبين هذا. وإذا كان جاهلا فلا يجلس مع هؤلاء، يعتزلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: اعتزل تلك الفرق كلها. نعم. السلام عليك. هذا سائل يسأل يقول: والأسئلة الواردة في هذا المجال كثيرة، وهي حكم المظاهرات في البلاد التي تجيز المظاهرات. نعم. حكم المظاهرات في البلاد أو النظام الذي يجيز المظاهرات، وهل يعد من قتل في المظاهرات شهيدا؟ هذا مقتول في الفتنة، وأما أنه شهيد الله أعلم، نحن لا نحكم بالشهادة إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هو منهي عن ذلك، هو منهي عن الدخول في المظاهرات، هو المتسبب في قتل نفسه، والله أعلم بما يصير إليه أمره، لكن هو مخطئ تسبب في قتله وما أصابه. والشرع لا يجيز المظاهرات، الشرع الإسلامي، الشريعة الإسلامية لا تجيز المظاهرات، أما أنها يجيزها القانون في بعض الدول، قانونهم القانون باطل، قوانين كفرية لا يحتج بها ولا تعتبر. إن حجتنا الشرع، ما هو حجتنا القوانين. المسلم حجته الشريعة وليس القانون الشيطاني. نعم. أسألك هذا، كثر السؤال من الأخوة في مصر يسألون هذا السؤال، يقولون: غدا في مصر سوف يحدث استفتاء على التعديلات. نعم. يقولون: غدا في مصر سوف يحدث استفتاء على التعديلات الدستورية،
لهذا الاستفتاء سيتم التصويت على المادة الثانية للدستور وهي أن الإسلام هو مصدر التشريع في الدولة. والإخوة في مصر في حيرة، هل يشاركون في التصويت على بقاء المادة الثانية أم لا يشاركون؟ نريد أن يختلط. نعم أنا وحيد. يقول الشيخ أحسن عليك، غدا في مصر. نعم عرفت السؤال. سوف يحدث استفتاء. أنا أختصر لكم الطريق، أقول نحن لا نتدخل في شؤون مصر ولا غيرها، عندهم علماءهم يسألون علماءهم، أما نحن فلا نتدخل في شؤونهم. نعم أحسن عليك. هذا يقول كيف نجمع بين حديث قوله صلى الله عليه وسلم فكن يا عبد الله المقتول فكن يا عبد الله المقتول ولا تكن القاتل، وبين حديث ومن قتل دون نفسه فهو شهيد؟ نعم، الإنسان يدافع عن نفسه ويدافع عن ماله ويدافع الصائل على حرمته، فإن قتل فهو شهيد، وإن قتل الصائل فالصائل في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في غير الفتنة بين المسلمين، هذا صائل صال عليك في بيتك ولا صال عليك في البر فتقتله، تدفعه بالتي هي أحسن، فإن لم يندفع إلا بالقتل فاقتله. أما إذا كان هذا في فتنة بين المسلمين فالأحسن أنك ما تدخل فيها وتكف يدك عنها، ولو قتلت فأنت تكون بإذن الله تكون شهيدا. وهكذا فعل الصحابة أو أكابر الصحابة في الفتن التي حصلت، اعتزلوها، ومنهم من كسر سيفه، حطم سيفه، ومنع أولاده ومنع من حوله من المشاركة في الفتن التي حصلت. نعم صلى الله عليه وسلم. سنقول عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جور السلطان قال وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، ولم يقل وإن قتلك، فالناس لا تصبر على من قتلهم. ما هو بقاتلك السلطان، السلطان ما هو بقاتلك، بياخذ مالك ولا يضربك بعصا ولا، اصبر في مقابل جمع الكلمة وأنت ماجور إن شاء الله. نعم أحسن الله عليك. هذا سؤال يسأل يقول أعمل في إحدى القطاعات الخاصة. نعم أعمل في إحدى القطاعات الخاصة. نعم. ولوجود بعض الظلم والفساد قام بعض الموظفين بالإضراب عن العمل بحجة الضغط على الإدارة العليا، فهل هذا العمل جائز؟ الخلل في العمل لا يعالج بالإضراب، إنما يعالج بالموعظة والدعوة إلى إزالة الضرر والخلل بالمناصحة والبيان برفع الأمر إلى المسؤولين عن هذه الدوائر. إذا لم تستطع البقاء فيها انتقل منها، انت اطلب النقل إلى مجال آخر تسلم فيه من هذه الشرور. ولو أن الأمر استدعى أنك تستقيل، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا لم يحتسب. نعم أحسن الله عليك. رسال ياسر يقول ما ضابط إنكار المنكر، حيث أنه وجد في هذا الزمان من ينكر المنكر ويؤدي إلى مآلات خطيرة على المجتمع وعلى الجماعة؟ يا أخي ضوابط إنكار المنكر بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. والذي يستطيع الإنكار باليد هو السلطان أو من يليبه السلطان من رجال الحسبة، أو لا ينكرون باليد، كذلك صاحب البيت
ينكر باليد على من في بيته من أولاده ومن اغربوهم عليها لعشر. وإذا كان ليس له سلطة ينكر باللسان بالموعظة بالبيان بالأدلة برفع الشكوى إلى المسؤولين عن هذا المنكر ليزيلوه، هذا باللسان. إذا لم يستطع ما عنده علم يبين بلسانه، أو عنده علم لكن منع من البيان باللسان، ينكر بقلبه ويعتزل أهل المنكر ويبتعد عنهم. نعم. صلى الله عليك. أنا سؤال يسأل يقول: يلاحظ معالي الشيخ وقوع الناس في التصنيف في هذه الأيام. نعم. وقوع الناس في التصنيف في هذه الأيام حتى ينفر الناس من الحق، فما توجيهكم حفظكم الله؟ إيش التصنيف؟ كاتب هو السلفي و... كاتب هو السلفي و... تصنيف؟ أي التصنيف، هذا سلفي وهذا صوفي وهذا إخواني وهكذا. الشيء الذي يفرق المسلمين ويحدث الفتنة لا يجوز. وإذا كان لك ملاحظة على أحد فإنك تناصحه فيما بينك وبينه، أو تكتب له فيما بينك وبينه. أما الاشتغال بعيوب الناس وفي المجالس فهذا لا يجدي شيئا، وهذا يزيد الشر شرا. نعم. صلى الله عليك. يقول هذا السائل يقول: يستدل بعض الذين أفتوا بجواز المظاهرات هنا بقصة إسلام عمر بن الخطاب وحمزة وخروجهما بالصحابة في الصفين للصلاة في البيت الحرام، كما يستدل هؤلاء للاعتصام بقصة الرجل الذي أتى يشتكي جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج بمتاعك أمام بيتك، إلى آخر القصة. يا أخي، الذين في قصة عمر وحمزة رضي الله عنهما لما أسلم خرجوا إلى المسجد الحرام، هذه مظاهرة عند من؟ عند الكفار، ما هي عند المسلمين. هذه مظاهرة عند الكفار، ما هي عند المسلمين. المظاهرة عند المسلمين لا تجوز. ثانيا، هذه الرواية فيها مقال، فلما كان أسفل الكعبين فهو في النار، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. فالإسبال حرام على كل حال، لكن إن كان معه كبرياء فالإثم أشد والتحريم أعظم. نعم. أسألك هذا السؤال من أحد الطلاب من استراليا، يقول: ما أحسن تفاسير ما أحسن التفاسير للطالب الذين يدرسون في معهد اللغة العربية؟ تفاسير كثيرة ولله الحمد، تفاسير مختصرة وتفاسير مطولة. تفسير ابن كثير مثلا هذا متوسط، تفسير البغوي أيضا أخصر من تفسير ابن كثير وهو موثوق. في العصر الحاضر تفسير الشيخ ابن سعدي سهل العبارة وواضح، يستفيد منه طالب العلم. هذه تفاسير مختصرة وأيضا موثوقة وهي ميسورة ولله الحمد. نعم. صلى الله عليك. هذا سائل يسأل يقول: هل إخراج البيانات يعد خروجا على ولي الأمر؟ البيانات لا يخرجها إلا الجهات المختصة، كهيئة كبار العلماء، اللجنة الدائمة، هذه اللي تصدر البيانات. أما من لم يخول لا من اللجنة ولا من هيئة كبار العلماء فهذا يعتبر من الدخول فيما ليس من شأنه. البيانات لا يصدرها إلا جهات رسمية علمية معتمدة. نعم. صديق هذه سائلة تسأل تقول: زوجي لا يصلي أبدا، ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟
إذا كان لا يصلي أبدا لا في المسجد ولا في البيت عليك بطلب الفراق منه، تقدمي إلى المحكمة واطلبي الفراق منه. نعم حصل عليك. وهذه تسأل أيضا تقول هل الأموات عندما يزورهم أهلهم يوم هل الأموات عندما يزورهم أهلهم يوم الجمعة يفرحون بزيارتهم أم هذا غير صحيح؟ زيارة القبور مستحبة للرجال وليس لها يوم معين، لا يوم الجمعة ولا سائر الأيام، لا تيسر لك تزور القبور يا يوم، فتحديد يوم الجمعة هذا لا أصل له ولا دليل عليه. نعم حصلك. هذه أيضا تسأل عن حكم التشقير والنمس وغيرها من المعاصي، هل من فعل ذلك لا يدخل الجنة أبدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والنامصة والمتنمصة هي التي تفعل النمص وتأمر به، والنمص هو إزالة شعر الحواجب أو إزالة شيء من شعر الحواجب، هذا هو النمص. وكذلك تشقير الحواجب هذا من تغيير خلق الله، هذا من النمص من تغيير خلق الله، وكذلك تشقير الحواجب وتغيير لونها غير اللون الخلقي هذا من تغيير خلق الله. وإنما يجوز صبغ الشعر الشيب للرجل والمرأة، يجوز صبغ الشيب للرجل والمرأة بغير السواد، هذا يجوز، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد كما قال صلى الله عليه وسلم الرجل والمرأة. نعم صلى الله عليه وسلم. يسأل يقول فضيلة الشيخ كيف نسلم على الميت الذي في قبره؟ بعض الناس يقف عند القبر ويدعو للميت، والبعض يجلس عند القبر ويرفع يديه ويدعو، ما هو الصحيح والمشروع في هذا الموقف جزاكم الله خيرا؟ مثل ما تسلم على الحي تسلم على الميت، تستقبله تستقبل وجهه وتقول السلام عليك يا فلان ابن فلان ورحمة الله وبركاته، ثم إذا أردت أن تدعو له تجعل القبر بينك وبين القبلة، تدعو الله له بالمغفرة والرحمة والرضوان، هذا هو السنة، وإذا رفعت يديك فلا بأس. نعم صلى الله عليك. هذه سائلة تسأل تقول ما حكم دخول الحائض للمسجد لحضور المحاضرة والجلوس عند مكان الدخول عند الأحذية؟ لا يجوز دخول الحائض في المسجد ولا لا يجوز جلوسها في المسجد، أما دخولها مارة أو لأخذ حاجة لا بأس، تدخل وهي حائض وتأخذ حاجة من المسجد، أما الجلوس في المسجد للحائض لا يجوز ولا للجنب حتى يغتسل، فلا تدخل في المسجد، حرام عليها ذلك، إنما تكون خارج باب المسجد، تكون خارج باب المسجد وتستمع، والحمد لله اليوم مكبرات الصوت تتمدد خارج المسجد، بل ربما يكون اللي خارج المسجد أكثر سماع من الذي في داخل المسجد، لأن مكفوفونكم هذا يشوش داخل المسجد، أما اللي من طالع يمكن ما عنده تشويش، لو احنا من طالع كان أحسن. نعم صلى الله عليكم. هذا سؤال يسأل يقول ما هو الفرق أحسن الله إليكم بين حسن الظن بالله والخوف من مكر الله عز وجل؟ نعم ما هو الفرق بين حسن الظن بالله عز وجل والخوف من مكر الله عز وجل؟ نعم المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، يدعوننا رغبا ورهبا، شوف رغبا هذا الرجاء ورهبا هذا الخوف، المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، لا يأخذ الخوف فقط فيكون من الخوارج
ولا يأخذ الرجاء فقط ويكون من المرجئة، بل يكون على مذهب أهل السنة، يجمع بين الخوف والرجاء. نعم. سؤالك هذا سؤال يسأل يقول: هل يجوز الاغتسال في دورة المياه بالماء المقروء فيه آيات من القرآن؟ ما في بأس، هذه بأس، الاغتسال بالماء المقروء فيه في أي مكان لا بأس. نعم. أحسن عليك. هذا يقول: ما حكم شراء شيء من العقار عن طريق إحدى البنوك بحيث يشتريه البنك ثم يبيعه عليه بالتقسيط؟ إذا كان البنك يملكه قبل أن يبيعه على هذا المشتري، يملكه ملكا تاما ثم يبيعه على المستدين والمستدين يقبضه من البنك، فلا بأس بذلك. أما أن البنك ليس عنده شيء، ليس عنده سلع، وإنما يتعاقد مع المستدين، تفاوض معه ثم يروح يشتري السلعة ويسلمها للمستدين، هذا لا يجوز لأنه بيع ما لا يملك. نعم. أحسن الله عليك. هذا سائل يسأل يقول: هناك من يقول ليس للعلماء دور في نصيحة ولي الأمر بدليل تفشي الكثير من المفاسد، فما هو توجيهكم حفظكم الله؟ إيش أدراه أن العلماء ما ينصحون ولي الأمر؟ يجون لمك يعلمونك، ما يعلمونك، هذا سر بينهم وبين ولي الأمر ولا يظهرونه، كحالة أسامة بن زيد رضي الله عنه يناصح ولي الأمر ولا يقول للناس أنا رحت وناصحته. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل يقول: أنا عندما أتوضأ وأنتهي من الطهارة ينزل بول عندما أصلي، وذلك بشكل دائم. أنا عندما أتوضأ وأنتهي من الطهارة ينزل بول عندما أصلي وذلك بشكل دائم، علما بأنني سليم. هذا يمكن عنده وسواس، يعني يظهر له يوسوس له الشيطان أنه يخرج من شيء وهو ما خرج من شيء، لكن عليه أنه قبل يتوضأ أنه ينشف ذكره ولا يستعجل حتى ينقطع البول تماما، ثم يتوضا ويصلي. اما اذا كان انه صحيح 100% يخرج منه بول ومتواصل دائما، فهذا مصاب بسلس البول، هذا حدثه دائم، هذا مثل ما ذكرنا يغسل ذكره ويعمل عليه شيء يمنع تسرب البول ويتوضا ويصلي في الحال ولو خرج منه بول، لأنه لا يستطيع أكثر من ذلك. الله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. وهذا سائل يسأل يقول: ما حكم البيع والشراء بعد الأذان، أي وقت دخول وقت الصلاة مباشرة؟ بعد الأذان الثاني يوم الجمعة لا يصح، قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وكذلك في الصلوات الخمس، إذا كان البيع يبي يفوت عليك الصلاة أو بعض الصلاة فلا يجوز هذا، كما قال جل وعلا: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال المفسرون: كانوا يبيعون ويشترون، لكن إذا سمع المؤذن وميزانه في يده وضعه ثم ذهب إلى الصلاة، هذه حالة السلف الصالح، فلا يشغل عن الصلاة شاغل، لا تلهيهم تجارة ولا بيع. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالمسلم يقدم دينه، إذا سمع الأذان
يغلق دكانه ويذهب للمسجد، فإذا صلى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم. صلى الله عليه. هذا سؤال يسأل، يقول معالي الشيخ ما رأي فضيلتكم في الأجار المنتهي بالتمليك، وهل لجوازه ضوابط؟ لا يجوز، كيف نقول له ضوابط؟ نقول ما يجوز أصلا، وهذا صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بتحريمه، لأنه جمع بين عقدين مختلفين، عقد الآجار وعقد البيع، كل عقد له أحكام تختلف عن الآخر، لا يجوز هذا العقد، له بيع فقط وله إيجار فقط، كيف بيع وإيجار معا؟ ما يصلح هذا. نعم. وهذه سائلة أحسن الله تسأل، تقول ما هو حد العورة عند المرأة للمرأة؟ المرأة كلها عورة يا أخي، كلها عورة، إلا في الصلاة إذا كان ما عندها أحد تكشف وجهها، إذا كان ما عندها رجال أجانب تكشف وجهها في الصلاة، أما في غير الصلاة إذا خرجت أو كان عندها رجال من غير محارمها فكلها عورة، حتى في الصلاة إذا كان عندها رجال غير محارم فهي عورة تستر وجهها وجميع بدنها. نعم. صلى الله عليك. هذا سائل يقول معالي الشيخ، قام أحد المشايخ بإلقاء كلمة عن الشيعة عن الشيعتي بإلقاء كلمة عن الشيعة والرافضة وخطرهم على الأمة، وبعد المحاضرة جاء أحد العوام وبين الشيخ أن هذا ليس من هدي النبي ولا من هدي هيئة كبار العلماء وأن هذا تفريق للأمة، فما رأيك؟ هذا جاهل، هذا جاهل، وهذا الذي بين جزاه الله خيرا، هذا هو الواجب عليه، ولا يلتفت لمثل هذا المخذل الجاهل، وليس هذا تفريقا للأمة، بل هذا نصيحة للأمة من أعدائها والمتربصين بها. نعم. أحسن الله لك. هذه سائلة تسأل، تقول ابنتي أتتها العادة الشهرية وعمرها 10 سنوات، فهل يجب علينا تغطية وجهها أم تتحجب فقط ويظهر وجهها؟ صارت امرأة، إذا حاضت صارت امرأة، يجب عليها ما يجب على المرأة، تحتجب تغطي وجهها مثل المرأة، قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض، أي من بلغت سن الحيض، لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، فإذا حاضت صارت امرأة ولو كان الحيض مبكرا، يعني ممكن تحيض المرأة 9 سنين. نعم. سؤالك يقول هذا السائل، فضيلة الشيخ، إذا دخل الرجل المسجد وهو يؤذن لصلاة الجمعة فهل يستمع للأذان أم يصلي تحية المسجد؟ الأولى أنه يبادر بالصلاة من أجل أن يتفرغ، يعني يصلي تحية المسجد ركعتين خفيفتين من أجل أن يتفرغ لسماع الخطبة. نعم. وهذا يسأل، ولا يجلس يجاوب المؤذن، يبادر بالصلاة تحية المسجد من أجل أن يتفرغ لسماع الخطبة. نعم. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز الصلاة عند دخول المسجد حتى ولو كان الوقت نهي، يعني صلاة تحية المسجد؟ أي صلاة تحية المسجد فيها خلاف، وقت النهي فيها خلاف، هل هي داخلة في عموم النهي أو داخلة في عموم الأمر بقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا ما يسميه الأصوليون بتعارض العمومين، فمن قدم عموم النهي قال لا يصلي وقت النهي، ومن قدم عموم الأمر قال يصلي تحية المسجد، ويقولون هذه من ذوات الأسباب التي تفعل عند وجود سببها في أي وقت، وهذا أقوى، ولكن لا ينكر على من جلس ولم يصلي. نعم. الله عليك.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا هذا سائل يسأل يقول يستدل البعض على جواز المظاهرات بقول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم الآية فما الرد عليه وما المراد بالآية؟ هذا ما هو في المظاهرات، الآية ما هي في المظاهرات، الآية في الشكوى أن من ظلمك تشكوه تطلب حقك منه، ولو تكلمت عند ولي الأمر وقلت فلان ظلمني فلان أكل مالي فلان مماطل، هذا في الشكوى وبيان اعتداء الشخص عليك عند ولي الأمر أو عند القاضي، ما هي في المظاهرات. لكن سبحان الله بعض الناس يشوش وهو ما يدري أو جاهل أو أنه يدري لكنه مغرض وملبس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما يستخدم القرآن لمثل هذه الأمور. نعم صلى الله عليك. هذه سائلة تسأل تقول فضيلة الشيخ ما حكم لبس البنطال للصغيرة وما حكم لبسه للمرأة مع زوجها فقط؟ إذا لبسته الصغيرة لبسته الكبيرة، فنحن لا نفتح الباب والمجال، ولا تلبسه عند زوجها. إذا فتحنا هذا وقلنا يجوز انفتح الباب وصاره لباس النساء، لا سيما والناس الآن مقبلون على التقليد والتشبه بما عند غيرنا. نحن نقول لا، المرأة تستر نفسها بملابسها وثيابها والحمد لله تشكر ربها على ذلك. نعم صليك. هذا سأل يسأل يقول ما حكم مشاهدة القنوات الفضائية التي تؤجج الفتن وتنصب العداء لبلاد التوحيد والسنة وبث الخلاف والفرقة بين أبناء الأمة؟ لا يجوز مشاهدتها وهي تبث الشر والفرقة، تسب المسلمين، تسب العلماء، تسب الدين، لا يجوز.
لأن هذا يؤثر عليك، يؤثر على دينك وعلى عقيدك، فلا تستمع لهذا. الله جل وعلا قال لنبيه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا يجوز للإنسان أنه يجلس في مجلس فيه منكرات، وأشد المنكرات ما ذكره السائل: التحريش بين المسلمين وإلقاء الشبه على المسلمين لإفساد ما بينهم. لا يجوز الإنسان ينظر في هذه الفضائيات، بل يحجبها عنه وعن أولاده وعن أهل بيته، وينصح من يقبل النصيحة لأن يجتنبها. نعم. السلام عليكم. هذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، لقد فاتني بعض الصلوات، بعضها عمدا وبعضها سهوا، فهل يجوز أن أصلي الفرض مع كل فرض أم يكفي التوبة؟ يجب القضاء في الحال مرتبا، تقضي الفوائد مرتبا في الحال، إلا إذا تركتها عمدا. إذا تركتها عمدا وكثرت وصار في قضائها مشقة، فإنك يكفي التوبة والمحافظة على الصلاة في المستقبل. أما إذا كان تركها نسيانا أو نوما فإنك تقضيها. قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. السلام عليكم. هذه سائل تسأل تقول: ما حكم استخدام مكبرات الصوت في الأعراس بين النساء فقط؟ لا يجوز ظهور صوت النساء، لا يجوز ظهور صوتهن للشوارع والأسواق أو مسجلات، لا يجوز لا في المقرهونات ولا الصوت المجرد. ألا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. والمرأة إذا كانت تصلي مع المسلمين في المسجد وحصل على الإمام سهو، فإنها لا تسبح بالصوت وإنما تصفق. قال صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء. المرأة إذا أحرمت لا ترفع صوتها بالتلبية، وإنما تلبي بقدر ما تسمع نفسها. نعم. أحسن عليك. هذه سائلة تسأل تقول: ما حكم من جامعها زوجها وهي حائض وهي راضية؟ هذه معصية، عليهم التوبة وعليهم الكفارة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن تتصدق بمقدار وزن مثقال من الذهب أو نصف مثقال أو ما يعادل ذلك من الفضة أو من الأوراق النقدية. نعم. السلام عليك. هذه سائلة تسأل تقول: نلاحظ كثيرا من النساء يصلين في حضرة النساء فقط وهن متنقبات، فهل هذا جائز أم مكروه؟ لا بس تنقب أو تغطي وجهها عند النساء، ما في معنى، مخير. نعم. صلى الله عليك. هذا سائل يسأل يقول: لو زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقلت عند قبره: يا رسول الله ادعو الله لي، وهل الرسول كغيره في هذه المسألة؟ نعم، الميت لا يطلب منه شيء، لا الرسول ولا غيره، ما يطلب منه لا دعاء ولا شيء، يسلم عليه صلى الله عليه وسلم ويدعى له، يدعى له ولا يدعى أو يطلب منه شيء. نعم.
وهذه سائلة تسأل تقول: معالي الشيخ، أنا يا شيخ أصوم الاثنين والخميس وأيام البيض، وزوجي يغضب أن أصوم مرات دون علمه، فماذا أفعل وهو متزوج من امرأة ثانية لكنه أكثر وقت عندي؟ أنت مخطئة، لا تصومي صوم تطوع إلا بإذنه، فأنت مخطئة في هذا. نعم صديق. هذا السائل يسأل يقول: ما توجيه فضيلتكم في من يزهد الناس في علم التوحيد ويقول أن الناس يعرفون التوحيد؟ نسأله عن التوحيد، هل يقول الناس يعرفون التوحيد؟ بلاش الناس، نسأله ما هو التوحيد وما هي أنواعه وما هي نواقضه ومضاداته، يبين لنا هذا. هو ما يدري عن التوحيد، إذا زهد في شيء فمعناه أنه ما يعرفه، ولا لو عرف التوحيد عرف قيمته وعرف حاجة الناس إليه. نعم صلى الله عليك. هذا السائل يسأل يقول: هل يجوز دفع مال من الزكاة لمساعدة محتاج؟ نعم. هل يجوز دفع مال من الزكاة لمساعدة محتاج لإجراء عملية في مستشفى الخاص؟ إذا كان ما يستطيع العلاج وهو محتاج إلى العلاج فلا بأس بمساعدته من الزكاة، لأنه فقير وبحاجة إلى العلاج. نعم صديق. وهذه سائلة تسأل تقول: معالي الشيخ، بعض الداعيات تدعو بعد كل محاضرة بصوت مرتفع وتلحن الدعاء وتثير الحاضرات بالبكاء والتطريب في الدعاء، فما حكم الشرع في تلحين الأدعية وجعلها كتلاوة القرآن ورفع الصوت بها للنساء؟ هذه طريقة مبتدعة، تلحين الأدعية وترتيلها مثل القرآن، هذا من الابتداع. الأدعية ما تدعو، وإذا كان صوتها يسمع الرجال فلا يجوز له ترفع صوتها، أما إذا كانت بين النساء بقدر سماع النساء ترفع صوتها بقدر ما تسمعن، من أجل أن يؤمننا على الدعاء، يؤمننا على دعائها، ولا يكون فيه تطريب ولا يكون فيه ترتيل. نعم السلام عليك. وهذه امرأة تسأل تقول: أنا أكون أحيانا مشغولة في شؤون أبنائي فلا أصلي إلا وأنا خالية الذهن وأؤخر الصلاة بعض الأحيان، فما حكم ذلك؟ وأؤخر الصلاة بعض الأحيان، تقول أكون مشغولة في بعض الأحيان في شؤون أولادي وأؤخر الصلاة حتى أستقر وأخشع في الصلاة. نعم التأخير يجوز داخل الوقت، ما دام الوقت باقي يجوز التأخير، لا سيما إذا كان لحاجة. أما التأخير الذي يخرج الصلاة من وقتها هذا لا يجوز. نعم. هذا السائل يسأل يقول: كان لوالدي دين أخبرني به ومات ولم يخبرني من صاحب الدين، فكيف أقضي دينه؟ أعلن من كان له دين على والدي فلان بن فلان فليتقدم. نعم صلى الله عليك. وهذا سائل يسأل يقول: ما الأقرب إلى الزوج، الإبنة أم الزوجة؟ ما الأقرب إلى الزوج، الإبنة أم الزوجة؟ وهل يسوي بينهم في العطية أم يفضل أحدهما؟ إذا كان يحدث بسبب التفضيل حسد ومشاكل بين الزوجة والبنت، أفتونا مأجورين. العدل في العطية بين الأولاد ولا تدخل فيهم الزوجة، يعدل بين أولاده في العطية، هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تدخل الزوجة في الأولاد، ليست مثل الأولاد. نعم صلى الله عليه. هذا سائل يسأل يقول: أن هو رجل وقع على امرأة متزوجة فحملت منه ولد وزوجها لا يعلم، لأنه كان رجل وقع على امرأة متزوجة فحملت منه وولدت ولدا وزوجها لا يعلم لأنه كان في سفر قريب، وأريد أن أتوب من هذا، أفيدونا مأجورين. على كل حال فعلك هذا فاحشة ومحرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وأما الولد فهو للفراش، الولد للزوج،
الولد للزوج الذي ولد على فراشه وفي عصمته، وإذا أراد أنه يتبرى منه لازم من الملاعنة عند الحاكم. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، أنا عندي داء السكر، وقال لي الطبيب لا تصوم، الآن لي أربعة سنوات لم أصم، فماذا علي؟ الحمد لله، إن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إن كان يرجى أنك تصوم ولو متأخرا فإنك تؤخر القضاء إلى أن تستطيع وتصوم ولو بعد سنين، الحمد لله وسع الله. إذا كان المرض ما يرجى شفاؤه ولا تستطيع أن تصوم لا حاضرا ولا مستقبلا، فأطعم عن كل يوم مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه يعني يشق عليهم من المرض. نعم. صوتك هذا سائل يسأل يقول: وقع علي حادث وأصبحت في غيبوبة لمدة 5 أيام، فكيف أقضي الصلوات؟ نعم، تقضيها مرتبة، اليوم الأول صلوات الخمس، اليوم الثاني كذلك، حتى تخلص الأيام متتابعة بالترتيب. نعم. صوتك هذه سائلة تسأل تقول: رجل تلفظ بالطلاق على زوجته 5 مرات، وفي المرة الأخيرة حلف أن الطلاق واقع. يجي ثلاث، الخمس هذه زوج. نعم. لكن عليه مراجعة دار الإفتاء ولا المحكمة؟ عليه مراجعة دار الإفتاء وإلا المحكمة الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تسأل تقول: إذا ذهبت إلى مناسبة أو زيارة ورأيت امرأة تلبس الملابس العارية والقصيرة، وهذا كثير في هذا الزمن، أو فما نصيحتكم وتوجيهكم؟ هل أترك هذه المناسبة؟ نعم، إذا كانت المرأة لا تقبل النصيحة أو النساء لا يقبلن النصيحة ويسترن أنفسهن، فلا يجوز لك الذهاب إلى هذه المناسبة. نعم. أحسن عليك. هذا رجل سائل وسأل يقول: رجل يعمل في شركة وتعاقد مع الشركة أن لا يعمل إلا في أوقات الفراغ، فما حال هذا العقد؟ هل هو صحيح؟ وهل الكسب الذي يكسبه حلال أم حرام؟ المسلمون على شروطهم، ما دام تعاقد معهم في أوقات فراغه وهم قبلوا هذا فلا بأس، وراتبه حلال إذا أدى العمل. نعم. أحسن الله عليكم. هذا في نهاية هذه الأسئلة نشكر معالي الشيخ، وفي نهاية هذه الأسئلة نشكر معالي الشيخ على هذا اللقاء المبارك، وهذا طلب من الجميع بهذه الكثرة بأن يكون اللقاء مع معالي الشيخ شهري خاصة في هذا الزمن. الطمع أهلك الناس هم أنت كلمهم يستعلون الشيخ. هذه إن شاء الله يكفي، والمشايخ كثير خاصة في هذا الزمن.